أولا أود أن أشكر السيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، وكان لقاء مثمر. تكلمنا وطرقنا في عديد من المجالات، منها يعني أولا تكلمنا على القدرة الشرائية للمواطن، وفي الحقيقة يعني هذا المشكل يعني هو مهتم به كثيرا السيد رئيس الجمهورية ونحن كذلك. وتكلمنا على ميكانيزمات التي تخلينا أن نرفع من القيمة هذه، وكذلك خلق مناصب شغل جديدة في أقرب وقت. ثانيا كذلك تكلمنا على البيروقراطية اللي اليوم ما زالها يعني عميقة، وكيف يعني نتخلص منها، لأنها هي اليوم عائق كبير في النهوض الاقتصادي. ثالثا يعني لب الموضوع وهو التصدير، كان فيه يعني منذ 3 أسابيع يعني لقاء اللي كان فيه يعني حوالي 300 متعامل اقتصادي، ندوة حول التصدير، وكان يعني ناجح. وهذا المنتدى هذا يعني كان مستخرجات تاع الندوة حوالي 30 بند لوصول إلى 30 مليار دولار خارج المحروقات في 2030. وأخيرا أود باسمي وباسم كل زملائي في مجلس التجديد الاقتصادي شكر جزيل لسيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على الثقة، وكذلك إن شاء الله نبقى في خدمة البلاد، في خدمة الوطن، في خدمة العباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.